الحلقة الجميلة. وأنا كذلك والله سعيد جدا ودائما بحضوركم. مع يعني السلامة. مثل المخرج محمد دسوقي دائما له السبق الإعلامي في مثل هذه البرامج الجميلة، نعم وخلينا هاي الزهور وهذا المنظر الجميل. لك السبق الإعلامي إن شاء الله في أنك ضيف أول حلقة من برنامج والله سعيد جدا، أنشد لنا إن شاء الله. أتشرف. ختام هذه الحلقة إن شاء الله نطلب منك تسمعنا أنشودة جميلة من اختيارك طبعا. لكن أنا حاس والله أعلم أن الجمهور الحين يقول ليش ما أنشد سيد محمد العزيز. أنا معهم في الحلقات إن شاء الله قادمة، واسمعهم دائما إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شو أسمعك أستاذ؟ سمعنا أنشودة يعني ختامية وداعية، شوف عن الفراق، عن البقية، عن المحبة. الله يجزيك بخير إن شاء الله. أقول فيها عن الأخوة. جميل جدا. عطر الأخوة كالشذا فواح، في روضه تتعانق الأرواح، هو كالنسيم على شواطئ خاطري، هو كالربيع جماله صداح، هو عالم فيه المشاعر ترتقي، هو في المسير إلى العلا مصباح، هو عالم فيه المشاعر ترتقي، هو في المسير إلى العلا مصباح، إن الأخوة مشعل أنواره مملوءة في القلب لا تنزاح، إن الأخوة مشعل أنواره مملوءة في القلب لا تنزاح. ماذا أقول ماذا أقول، وكيف أرسم لوحة نشوى، وفي آفاقها نرتاح. عطر الأخوة كالشذا فواح، في روضه تتعانق الأرواح، هو كالنسيم على شواطئ خاطري، هو كالربيع جماله صداح. الله هذا البلبل الصداح الجميل اللي اسمعه هاي الليلة. الله يبارك فيك اخ عبد الرحمن. انا يعني اثني كثير على اختيارك للكلمات اولا، على الحانك الجميله وانتقائك للحان الجميله، هذه شهاده اعتز بها، وعلى صوتك الرائع الجميل، وعلى معلوماتك ايضا الراقيه والمتنوعه، وان شاء الله في تقدم باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله نستضيفك عندنا في حلقات قادمه ان شاء الله. والله يسعدني جدا ويشرفوني ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله. احبتي المشاهدين، انتهت دقائق ساعتنا مع انشد لنا، نلقاكم في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. وباسمكم اعزائي المشاهدين أشكر أخونا عبد الرحمن وحبيلة المنشد الجزائري، وأشكر لكم المتابعة، كما أذكركم بأن تشاركونا على منتديات شدى الفضائية. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حد على الأغصان أطياف المنى، تبدي الجمال نضارة وتفننا، فكأنها بعثت بألحان الهوى نهرا تماما.